على هامش مشاركته في قمة إفريقيا أوروبا، الرئيس السيسي يلتقي عددا من القادة والمسؤولين الأوروبيين. خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين، مدبول يؤكد عدم السماح بعودة مشاهد التعديات السابقة والتعامل معها بكل حسم. وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجية الصعبوية المشترك صيناء 6 التاسعة مساء بالقاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة مشاهدينا الكرام تأتيكم من التلفزيون المصري، فأهلا بكم. بهدف تجديد وتعميق الشراكة ما بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي وبحث التحديات الراهنة، انطلقت اليوم القمة الأفريقية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. قمة تحمل الرقم 6 وتستمر على مدى يومين، وتشارك فيها مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي من بين قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق العلاقات المتميزة ما بين مصر واليونان والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات والمستوى المتميز من التنسيق السياسي ما بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال لقائه برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوكاتيس على هامش انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، معربا عن ترحيبه بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية، فضلا عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع، خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط. كما تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين على كل الأصعدة، إلى جانب تناول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز. جاء ذلك على هامش انعقاد القمة الأوروبية الإفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا هاتفيا من العاصمة البلجيكية بروكسل موفدة التلفزيون المصري ليلى عمر. ليلى أهلا بك، إذا ضعينا في المستجدات لديك في بروكسل. نعم، انتهت فعاليات اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي للاتحاد الإفريقي السادسة والتي تستضيفها العاصمة البلجيكية، عقب الجلسة الافتتاحية التي تابعناها على مدار ساعة تقريبا، والتي تحدث فيها رؤساء الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي وأيضا المفوضية الأوروبية، بالإضافة كما ذكرت رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفته رئيسا للاتحاد. كانت هناك جلسة مغلقة بعد ذلك تتناول موضوع التغير المناخي، وكانت هذه الجلسات بالنسبة لهذا اليوم. أما في الغد فهناك جلستان، جلسة خاصة بالتحول الرقمي وجلسة أخرى مغلقة تناقش باقي الموضوعات المطروحة على هذه القمة الهامة التي تمثل محاولة لتحقيق الشراكة بين القارتين الأوروبية
والأفريقية في ضوء شعار رفعته قمة هذا العام، أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030. حالة استنفار أمني كانت في محيط مقر انعقاد هذه القمة نظرا لتواجد عدد كبير من رؤساء الدول ومستوى تمثيل لرؤساء الوزراء وأيضا وزراء الخارجية، وهناك إجراءات أمنية وجدناها هي مستمرة في الغد مع بدء فعاليات الجلسة الأولى في 10 صباحا. كما تابعنا هذه القمة عكست الرؤية الإفريقية لأهم التحديات التي تجابه القارة ورغبة أفريقيا في تحقيق نوع من أنواع الشراكة، ليس مجرد تلقي الدعم من دول القارة الأوروبية لكن التوافق والمساعدة والمشاركة في الموضوعات المختلفة مع عدم الشعور بالإقصاء من قبل بعض الدول. تابعنا أيضا رؤية اتضحت من خلال رؤساء الاتحاد الأوروبي أو رئيس الاتحاد الأوروبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية وأيضا رئيس المجلس الأوروبي، تحدثوا عن نقاط من خلالها سيعملون على مساعدة القارة الإفريقية من خلال توفير اللقاحات، خاصة أن أوروبا هي أهم جهة منتجة ومانحة للقاحات الخاصة بفيروس كورونا، موضوعات التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي ووضع حد لشبكات المهربين للمهاجرين ووضع سياسات للعودة للوطن. هناك خطة متعلقة بتنمية البنية التحتية في دول القارة الإفريقية والنفاذ للتكنولوجيا والتركيز على مصادر الطاقة المختلفة. أيضا تحدث معظم المشاركين في القمة في مداخلات الافتتاح عن هذه المبادرة التي تتم بين دول القارة الإفريقية والقارة الأوروبية لدعم التطور في هذه القارة التي تعاني من الكثير من المشكلات. إذن أمال وطموحات حملها القادة الأفارقه إلى هذه القمة ورغبة في شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي. سننتظر أن تظهر النتائج لها في المؤتمر الصحفي في الغد الذي سيستعرض أهم المبادرات المتوقعة من هذه القمة وأهم الحزم التمويلية التي تحدث عنها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلة التلفزيون المصري ليلى عمر، كنت معنا من بروكسل. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في بروكسل في الدورة السادسة للقمة الأوروبية الإفريقية التي تعقد هذا العام على مدى يومين تحت عنوان إفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030. وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية. شدد رئيس المجلس الأوروبي على ضرورة استخلاص الدروس المستفادة من كل ما يحدث في العالم والتعاون أيضا من أجل مستقبل أكثر صلابة وأكثر أمنا. وفي كلمته خلال قمة المشاركة ما بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في نسختها السادسة، أشار ميشيل إلى أن القمة تعد بمثابة فرصة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية ما بين أفريقيا وأوروبا. وهذه فرصة تسمح لنا نحن الأوروبيين بتطبيق طريقة جديدة للعمل معكم والتعاون معكم. الاتحاد الأوروبي وكل دول الأعضاء فيه قام بحشد موارد من أجل تمكينكم من الناحية النظامية أو التنظيمية والعملية، وهذا ما فعلناه في جنوب إفريقيا وفي رواندا وفي السنغال. هذا الاجتماع، هذا القمة يجب أن تكون الفرصة من أجل ترسيخ شراكتنا الجديدة الاستراتيجية. نحن لسنا هنا من أجل القيام بالتعاون التقليدي كما درجة العادة، بل نتقاسم هنا اللغات نفسها وكذلك الروابط الشخصية، الروابط الاقتصادية والثقافية، ونتقاسم تاريخا مشتركا أيضا.
إلى ذلك أكد الرئيس السنغالي رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال أن أفريقيا تشهد اليوم تحولات جذرية، معربا عن أمله في دعم أوروبا للاقتصاديات الإفريقية. وأوضح سال أن تقدير المخاطر المبالغ فيه للقارة الأفريقية يقلص من فرص الاستثمار بها ويعرقل أيضا النمو، مشيرا إلى أن أفريقيا تشترك مع أوروبا في مواجهة عدة تحديات. 60 سنة بعد استقلال بعض الدول الإفريقية، إفريقيا تشهد اليوم تحولا جذريا، بل تحولات، وتغيرت إفريقيا، تغيرت كثيرا بالرغم من بعض التعثر. إن قضية الديمقراطية تتقدم في إفريقيا. على مر عقد من الزمن كان النمو في دول الإفريقية أعلى من المتوسط العالمي، بالرغم من أن آثار الجائحة تكبح النمو اليوم. وكما في أي مكان آخر من العالم، إن الشعوب الإفريقية ترى العالم في وقت آني، في آنيته، والشعوب الإفريقية تصبو للرخاء والرفاهية. قال الرئيس الفرنسي رئيس الاتحاد الأوروبي إيمانويل ماكرون، قال إن القارة الأفريقية تتمتع بنسبة كبيرة من الشباب ضمن تركيبتها السكانية مقارنة بغيرها من قارات العالم. وخلال كلمته بقمة المشاركة ما بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، أشار ماكرون إلى أن نجاح القارة الأفريقية يصب في صالح أوروبا، مؤكدا ضرورة تأسيس شراكة جديدة مع القارة الأفريقية. فإن مبادرة أكرا قد تم صياغتها بشكل مشترك فعلا، واستطعتم أن تحملوا لواء هذه المبادرة في أفريقيا وفي أوروبا لوضع استجابة مشتركة وإقناع شركائنا في مجموعة 20 بأن نمضي قدما معا على أساس التعاون. إن أفريقيا تواجه تحديات نعرفها ونشاطرها، ولكن هذه التحديات أعظم بكثير على الضفة الأفريقية. فإن أول تحدي هو النقلة الرقمية والترابطية والاتصال بالإنترنت، والتحدي الثاني هو التحدي المتعلق بالمناخ، وهو تحدي جسيم بالنسبة للقارة الأفريقية. فينبغي كما ذكرنا بذلك الرئيس أن نبني البنية التحتية الأساسية مع مراعاة القيود التي لم تكن مفروضة آنذاك على البلدان الأوروبية عندما أقبلت على إرساء مجتمعاتها الصناعية منذ بضعة سنوات. هذا وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الحاجة لتوفير مزيد من اللقاحات المضادة لكورونا للقارة الأفريقية. وأضافت فون دير لاين أن هناك رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل مزدهر لشعوب القارتين الأفريقية والأوروبية في ظل إمكانية زيادة الاستثمارات والعمل في إطار من الشفافية لتعزيز الثقة المتبادلة ما بين الجانبين. نحمل إذن رؤية مشتركة، رؤية واحدة، وهي رؤية ذلك المستقبل المزدهر. فكيف يمكننا بالتالي أن نحقق هذه الطموحات المشتركة، وكيف يمكننا أن ترجمها إلى أرض الواقع؟ وهذا يمكننا إذن تحقيقه كله عن طريق الإثمار. ومن هنا أهمية هذا البرنامج، برنامج البوابة العالمية Global Gateway، فهو مشروع برنامج ومشروع الاستثماري في الدول والاقتصادات والشعوب. فنحن نود أن نستثمر هكذا في البنى التحتية، ولنصل هكذا الأشخاص بالخدمات والسلاح، كما أننا نود أن نعمل في إطار الشفافية وفي ظل الحكمية الجيدة. وهذه كلها قيم هامة نشترك فيها، كما أشار لذلك كل من سبقني إلى أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه نجاح القارة الأفريقية في التصدي لجملة من التحديات والدفع بعجلة النمو الاقتصادي. وأشار فقيه إلى أن القارة الأفريقية أثبتت قدرتها على الصمود على الرغم من كل الصعوبات، لافتا إلى الحاجة للعمل بشكل أكبر من أجل القارة الأفريقية. السيدات والسادة، تعرفون بأن هناك الكثير من الأحداث التي طرأت منذ
مؤتمرنا القمة الأخيرة، وهذه الصعاب كان بإمكانها أن تقوي أسس التعاون والتضامن البشري، وهي ركائز الحضارة الإنسانية الراهنة. ولقد تمكنت أفريقيا بالرغم من كل هذه الصعوبات إذن من جمع واستجماع قواها، وذلك للتصدي لهذه الأحديات، وكما أنها تمكنت من الدفع بعجلة التكامل الإقليمي والاقتصادي على مستوى القارة الإفريقية، وذلك على أساس البرنامج العملي 2063. إلا أن الجائحة جاءت لتسلط الضوء على كل الإشكاليات وأوجه الضعف، فمن الواضح بأن هذه الجائحة إذن جاءت لتزيد من الأوضاع صعوبة سواء على المستوى القارة أو على مستوى العالم. وعلى هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين. وصرح متحدث الرئاسة بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت حرصها على التواصل المنتظم معه في ظل كون مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي، مؤكدة على رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات. من جانبه رحب الرئيس السيسي باستمرار التواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية، معربا عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكدا على الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة التقليدية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش زيارة سيادته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة السيد الرئيس إلى مقر الاتحاد الأوروبي، وحرصها على التواصل المنتظم مع سيادته في ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي، مؤكدة رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة. وعبر حسابها على موقع تويتر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز العلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة، بما في ذلك الفرص الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والطاقة والمناخ. كما أعلنت أيضا أورسولا فون دير ليين أن مصر بصفتها رئيس مؤتمر كوب 27 سوف تلعب دورا حاسما في النجاح العالمي في مكافحة تغير المناخ. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا بالنظر إلى العلاقات التاريخية بينهما، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الأفريقية الأوروبية الهادفة إلى تعزيز التنمية وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء. جاء ذلك خلال مباحثات قمة موسعة عقدها الرئيس السيسي مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى قيام القمة بتطوير علاقات الشراكة ما بين أوروبا وإفريقيا. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة بروكسل مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو، وذلك بحضور وفدي البلدين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس وزراء بلجيكا رحب بالسيد الرئيس في أول زيارة له إلى بروكسل، وكذلك بمشاركة سيادته في القمة الأفريقية الأوروبية السادسة بهدف تكثيف الجهود المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، حرص السيد ديكرو على الإشادة بما حققته مصر في مجال التنمية والمشروعات القومية الكبرى،
وهو ما ساهم في تحفيز الشركات البلجيكية على العمل في مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة. خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع خاص بموضوع مهم جدا، وهو ملف التعديات على الأراضي الزراعية. وأشار رئيس الوزراء إلى وجود تقارير تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى رغم حملات الإزالة، لافتا إلى أن الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية، وسوف يتم التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها. كما شدد رئيس الوزراء على أنه لن يسمح بعودة مشاهد التعديات السابقة مرة أخرى، وقال إنه سوف يتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، موجها بضرورة التحرك الفوري لكل محافظ يوميا لمواجهة أي مخالفات للتعد على الأراضي الزراعية يتم رصدها. استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا مقدما حول الاستعدادات الخاصة بتنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول إكسكون هيلث أفريكا، والذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 7 من يونيو القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال التقرير تمت الإشارة إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تسعى من خلال عقد هذا المؤتمر إلى جعله ملتقا سنويا ما بين الشركات العالمية ومسؤولي القطاع الطبي من الجانب الأفريقي. وفي ختام استعراضه للتقرير نوه مدبولي إلى اهتمام الدولة بتنظيم مثل هذه المؤتمرات والمعارض، خاصة التي تدعم تعزيز أوجه التعاون المشترك ما بين مصر ودول القارة الأفريقية، ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وتماشيا مع أهداف الأجندة الأفريقية 2063. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت خلال الفترة الماضية على وضع التعليم بين أهم أولويات التنمية في مصر، والتي ترتكز في جانب منها على بناء شخصية الإنسان المصري. وخلال اجتماع لاستعراض إجراءات تطوير منظومة التعليم، أشار مدبولي إلى اهتمام الدولة بالمعلم من خلال الدورات التدريبية على نظام التعليم الجديد، إلى جانب جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين، لافتا إلى التكليف الرئاسي بإجراء إعلان لتعيين 30,000 معلم سنويا، وذلك لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع عدد من الوزراء والمسؤولين، ذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأشار مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه من أهمية عقد اجتماع شهري، ذلك لمتابعة موقف المنظومة التي ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد. وشهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ذلك في مرحلتها الأولى. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي استعادة روح التضامن والعمل العربي المشترك، وأنها ضرورة وجودية للعالم العربي. وخلال كلمته أمام المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة، أضاف رئيس مجلس النواب أن التحديات النوعية التي تواجه العالم العربي تفرض صياغة مقاربة للعربية لمواجهتها، موضحا أنه مع عدم التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية فإن هذا يعوق تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة. وأضاف رئيس مجلس النواب أن تفشي الإرهاب يعد ثغرة رئيسية في جدار الأمن القومي العربي، وتوحيد الجهود العربية لمجابهته أمرا حتميا تفرضه ضرورات إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي شهد تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي المشترك ذي المستويين صيناء 6 والذي تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية. يستمر المشروع لعدة أيام في إطار الخطط السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، ذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي المشترك ذو مستويين سيناء 6 والذي تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية ويستمر لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. تضمنت المرحلتان إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات والتقارير للقادة من مختلف التخصصات وفقا للمنظومة المتكاملة لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة. وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إدارتهم للمواقف الطارئة وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تطوير الفكر الاستراتيجي وتعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة. وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستستمر في تطوير قدراتها وإمكاناتها في كافة التخصصات بما يعزز الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية. نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وقد قامت الوحدات المشاركة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة وكذا التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري وذلك بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر. كما شهدت أيضا التدريبات القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية وتمارين المواصلات. وتأتي تلك التدريبات في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع قوات البحرية للدول المختلفة. تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق الذي أثرى بأحكامه وفقهه القضاء الدستوري واتسمت مسيرته القضائية بالمهنية في خدمة قضايا الوطن، تتقدم لأسرته بخالص العزاء داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان. وصلت أجهزة وزارة الداخلية تصديها لكافة الجرائم التموينية، فقد شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكبرة على مستوى الجمهورية لضبط جرائم الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية التي تضر بصحة وسلامة المواطنين، وقد تمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. تواصل وزارة الداخلية تصديها لكافة الجرائم التموينية، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وبالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 49 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذات أثر ضار على صحة المواطنين خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية. كما نجحت في ضبط 69 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية ومالك معمل بدون ترخيص لإنتاج المخللات بالغربية. وتمكنت من ضبط 140 طن ملح طعام داخل أجولة بدون مستندات
وغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالدقالية، وضبط 10 أطنان سكر غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالغربية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. كما تم ضبط 120 طن دقيق فاخر غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة. الإدارة نجحت في ضبط 16 طن ونصف أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وتشكل خطرا على الثروة الحيوانية بمحل ومصنع لتجارة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بالشرقية، وضبط 6 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي بحوزة مالك محل بدون ترخيص لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية. كما نجحت مديرية أمن البحيرة في ضبط المسؤول عن مصنع ألبان لقيامه بتصنيع السمن البلدي الطبيعي مستخدما خامات مجهولة المصدر وألوان ومكسبات طعم، وبحوزة أكثر من 21 طن سمن وزيت نباتي خام ومنتج نهائي. مديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط أكثر من 6 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة صاحب مصنع أسماك مملحة غير مرخصة، وتستمر جهود أجهزة وزارة الداخلية في تصديها للسلع الفاسدة والمغشوشة والمقلدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. شارك وزير الخارجية رئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 سامح شكري، شارك في القمة العالمية للتنمية المستدامة التي ينظمها معهد الطاقة والموارد الهندي ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وخلال الاجتماع أكد شكري على أهمية أن تمثل القمة نقطة تحول في العمل المناخي العالمي من خلال الانتقال من مرحلة التعهدات والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض. كما أبرز شكري أهمية تمكين الشباب والمجتمع المدني وإشراكهم في عمل المناخ العالمي، مشددا على ضرورة الاستماع لأصوات الأطراف والفئات الأكثر تأثرا بتبعات تغير المناخ ومساعدتها. تتابع مصر ببالغ القلق أحداث العنف التي يشهدها حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والتي يتعرض من خلالها المواطنون الفلسطينيون لممارسات استفزازية واعتداءات من شأنها تأجيج التوتر في مدينة القدس. وفي بيان الوزارة الخارجية، عربت مصر عن إدانتها لكل المحاولات الرامية لتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح، وكذلك لتغيير الهوية الديموغرافية للقدس الشرقية. وشدد البيان على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وكذا ضرورة وقف هدم المنازل ومصادرة الأراضي. كما أكد البيان أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة. وإلى العراق، حيث دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى ضرورة إطلاق حوار جاد بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق لإيجاد آليات واقعية بما يضمن الاستحقاقات الدستورية للإقليم وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين. وفي بيان له قال صالح إن تردد القوى السياسية لسنوات في إقرار قانون النفط والغاز ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات وأوصل البلاد لهذه اللحظة المفصلية. ودعا الرئيس العراقي ومجلس النواب إلى العمل لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية وإقراره دون تهاون. أكد التحالف العربي تنفيذ 15 عملية استهداف ضد قوات الحوثي في مأرب وحجة باليمن خلال 24 ساعة الماضية. وأضاف التحالف العربي أنه قام بتدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف قوات الحوثي في مأرب وحجة. أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الكويتي الناطق الرسمي باسم الحكومة
أعرب عن صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح. وأشار المركز إلى صدور مرسوم أميري بتكليف وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، لافتا إلى تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة. جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان جدد التزام السودان بتطوير الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وصولا لبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وبشأن الوضع السياسي الراهن أكد البرهان خلال لقائه بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم لوسي تاملن الالتزام بعملية إدارة حوار شامل بين قوى الوطنية السودانية يفضي إلى توافق يخرج بالبلاد من أزمتها الحالية، مؤكدا عدم تمسك المكون العسكري بالسلطة استعداده لتسليمها في حال حدوث توافق وطني أو حكومة منتخبة. ومن جانبها أكدت القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم دعم بلادها مبادرة البعثة من قبل الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان من أجل حوار يقود لتوافق سياسي بين مكونات الشعب السوداني. وفي السياق جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان جدد حرص الحكومة الانتقالية وعزمها على إكمال عملية التحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة. وخلال لقائه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس أكد البرهان حرص الحكومة على الحوار مع كافة المكونات، ذلك للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة. مشاهدينا، نشرة التاسعة لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. الأمم المتحدة تدعو جميع المعنيين بالأزمة الأوكرانية إلى ضبط النفس. دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو جميع الأطراف المعنيين بالأزمة الأوكرانية، دعتهم إلى إظهار أكبر قدر من ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة. وخلال اجتماع لمجلس الأمن قالت دي كارلو قالت إنها تدعو جميع الأطراف المعنيين إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تتنافى مع مضمون وروح اتفاقية مينسك أو تحول دون تنفيذها أو تؤدي إلى توترات جديدة، داعية للجوء إلى الدبلوماسية لتسوية الخلافات. هذا وقد نشرت الخارجية الروسية ردها على واشنطن بشأن المقترحات الأمنية التي تهدف إلى نزع فتيل الأزمة الأوكرانية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن تتحقق من معلوماتها حول الأزمة الأوكرانية من خلال ما يحدث على مرأى من الجميع. وخلال كلمته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أضاف أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، موضحا أن موسكو تخطط لإنتاج ذريعة لشن هجوم على جارتها قد يشمل هجوما وهميا أو حقيقيا باستخدام مواد كيميائية. وأضاف
وأضاف الوزير الأمريكي أنه لا يمكن لدولة أن تغير حدود دولة أخرى أو أن تفرض عليها إرادتها، موضحا أنه على روسيا أن تثبت أنها لا تريد أن تغزو أوكرانيا. قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن روسيا طردت نائبة سفير الولايات المتحدة بارت غورمان. قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية أن غورمان غادر موسكو الأسبوع الماضي، لم يتضح سبب عدم إعلان طرده حتى اليوم. أوضح البيان البريطاني البولندي الأوكراني أنه تم الاتفاق بين الدول الثلاث على الالتزام بدعم وحدة وسيادة أراضي أوكرانيا، كما تم أيضا الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالي الأمن السبراني والطاقة. وبدورها قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن روسيا سوف تدفع ثمنا باهظا إذا ما غزت أوكرانيا، داعية روسيا للتراجع عن حافة الهوية كما وصفتها، موضحة أنه لا يوجد أي دليل على انسحاب روسيا من الحدود الأوكرانية. ومن جانبه أكد وزير خارجية أوكرانيا أن بلاده تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على السلام. أكدت الرئاسة الروسية أن الانسحاب العسكري الروسي من حدود أوكرانيا سيستغرق وقته، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع لديها جدول زمني واضح لسحب القوات بعد المناورات. وأعرب الكرملين عن قلقه العميق من تصاعد العنف في شرق أوكرانيا، كما أعرب عن أمله أن يستخدم الناتو والدول الغربية نفوذها لتحذير كييف من إشعال الوضع شرقي البلاد. هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تعيد وحدات المدرعات إلى قواعدها. الإعلان يتزامن مع نشر الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عودة قوات ومعدات عسكرية من قوة دباباتها الخاصة بالمنطقة العسكرية الغربية إلى قواعد انتشارها الدائمة، ذلك بعد التدريبات. أعلنت وزارة الصحة في الهند ارتفاع إجمالي الإصابات بكوفيد 19 إلى 42.75 مليون. يأتي ذلك بعد تسجيل 30,757 إصابة جديدة. قالت الصحة الهندية إن عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 510,413 بعد تسجيل 541 وفاة جديدة. أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13,035,941 حالة.
ويأتي ذلك بعد تسجيل 235,626 إصابة جديدة. هذا وقد أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 120,728 بعد تسجيل 261 وفاة جديدة. قامت قافلة طبية بتوقيع الكشف والفحص الطبي بالمركز الحضري بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتضم قافلة عدة تخصصات طبية إلى جانب معمل وصيدلية لصرف الدواء بالمجان، وذلك بهدف تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجاً. قال محافظ المنيا أسامة القاضي إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة للوصول للخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال أيضا المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا محمد نادي أن المديرية نظمت قافلة طبية بإحدى قرى مركز مغاغة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1,929 حالة مترددة، تم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار رسمي يحدد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي أكدت أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك إعلان بشكل رسمي عن كافة تفاصيل وإجراءات وأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات أيضا من مصادرها الرسمية. أكد مدير عام آثار أسوان والنوبة عبد المنعم سعيد محمود أنه تمت الاستعدادات لاحتفالية تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل، ذلك يوم الثلاثاء المقبل، حيث تم تجديد منظومة الإنارة والكهرباء كاملة بداخل وخارج المعبد وزيادة المساحات الخضراء حول المعبد مع تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. هذا وتشارك 18 فرقة للفنون الشعبية، منها 8 فرق عالمية و11 فرقة مصرية، في تقديم الفقرات بساحة المعبد والمسرح المكشوف بميدان مدينة أبو سمبل. بدأنا منذ أكثر من حوالي شهر أو أكثر التمهيد لهذا الحدث بالاهتمام بالنظافة الميكانيكية والكيميائية بالنسبة للنقوش داخل معبدي أبو سمبل، تطوير منظومة الإضاءة داخل المعبدين، توسيع الرقعة الخضراء المحيطة بالمعبد بالكامل، أيضا الجهات الأمنية ووزارة السياحة والآثار بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، في هناك اهتمام بالنواحي الأمنية سواء في تطوير كاميرات المراقبة أو المنظومة الأمنية في أجهزة الإكس راي وغيرها. كمان اللي احنا بنشدد عليه وبتشدد عليه الحكومة المصرية دايما اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتعقيم قبل وبعد الزيارة بصفة مستمرة، وده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله اثناء التعامد في أبو سمبل يوم فجر الثلاثاء القادم بإذن الله. والآن مشاهدينا الكرام إلى أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية. نعم، تنضم فيها إلينا الزميلة آية كفوري. مساء الخيرات آية. شكرا رجائي. شكرا أميمة. والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا.
التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة. وخلال اللقاء أعرب رئيس مجلس الوزراء عن أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة لنمو الاقتصاد المصري، موضحا أن تقديم جميع صور المساندة للقطاع المالي غير المصرفي هو أحد أهم الأولويات للحكومة خلال الفترة المقبلة لضخ مزيد من الاستثمارات المالية في أنشطة هذا القطاع المختلفة جنبا إلى جنب مع القطاع المصرفي. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محافظ بورسعيد عادل الغضبان لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التي يجرى العمل عليها بالمحافظة. وخلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد جهود تطبيق الحوكمة والشفافية والشمول المالي على عملية الاستيراد في المدينة الحرة ببورسعيد خلال العام 2021. وأشار المحافظ إلى زيادة عدد الحاويات التي تم استقبالها خلال العام الماضي إلى 2807 حاويات مقارنة ب 2059 حاوية، وبالإضافة إلى تحسن نوعية السلع التي تم استيرادها وإحكام الرقابة. أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم على أهمية النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع بالصناعة، كونها تأتي اتساقا مع رؤى الدولة في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة وتنفيذ للتوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، وتخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الدولة للهجرة باللجنة المنظمة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في إطار التحضير للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع للاتفاق على الترتيبات النهائية للمؤتمر والمقرر انطلاقها أواخر شهر مارس المقبل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات الأخرى والهيئات المعنية وعقد الاجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. غادرت السفينة ليوزو رصيف الحوض الأول بميناء السخنة بعد تفريغ حمولة وصلت إلى 170,346 طنا، وهي أكبر حمولة صب جاف يستقبلها الميناء. والسفينة يبلغ طولها 300 متر وعرضها 50 مترا وغطسها 16.5 مترا بحمولة وزنية وصلت إلى 207,999 طنا. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المنطقة بتطوير الموانئ التابعة لاستقبال أحدث السفن وأكبر الحمولات من البضائع المتنوعة، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية التي يشهدها الميناء حاليا. أعلنت وزارة التخطيط عن ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنيا لعام 2021-2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، وذلك بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنيا، أوضحت الوزارة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 253 مشروعا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة العام الحالي تبلغ 3,400,000,000 جنيه، إضافة إلى المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية بضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، بينما مال التعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 3,300,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 725,800,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 اليوم بنسبة 29% وأغلق عند 11,535 نقطة. أيضا انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 8% وأغلق عند 1983 نقطة. امتدت أيضا الانخفاضات لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا وانخفض بنسبة 2% وأغلق عند 2991 نقطة.
تضررت أسواق الأسهم في الخليج من تراجع أسعار النفط، لكن مؤشر بورصة أبو ظبي بلغ ارتفاعا قياسيا لليوم الثاني على التوالي. وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي بعد الشيء مدعوما بما كسب القطاع العقاري، لكن تراجع القطاع المالي وقطاع الخدمات التجارية وأثر على الاتجاه العام. وفي قطر أغلق مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية مستقرا. قالت قيادة المالية بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى إن ارتفاع التضخم الناجم عن اضطراب الإمدادات يشكل خطرا محتملا على آفاق الاقتصاد العالمي. جاء ذلك في مسودة البيان التي أشارت إلى أن الزعماء سيواصلون مراقبة المخاطر العالمية ومنها الناجمة عن التوتر الجيوسياسي الحالي ونقاط ضعف الاقتصاد الكلي. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى أميمة تمام ورجاء رمزي إليكم. شكرا يا أيها. نظمت محافظة القاهرة دورة رياضية لكرة القدم بين الشباب من قاطني المناطق الآمنة، وذلك بالملاعب المفتوحة في مدينة الأسمرات 3. هذا وتتضمن الدورة لاعبين تتراوح أعمارهم من 12 عاما حتى 20 عاما. لكرة القدم تزرع بذور الأخوة والروح الرياضية بين الشباب، نظمتها محافظة القاهرة بين قاطني المساكن الآمنة بالملاعب المفتوحة بمدينة الأسمرات 3. طبعا احنا بنتابع دايما وننمي مهارات أبنائنا في هذه المناطق في جميع الأنشطة، ومنها النشاط الرياضي اللي احنا متواجدين فيه النهاردة. فكان طبعا يعني لازم نحنا يبقى فيه تواصل بين أيضا يعني هذه المشروع أبناء هذه المشروعات والمشروع يعني بحيث يتعرفوا على بعض وفي تواصل وفي منافسة، وده اللي كنا حريصين عليه النهاردة، لأن المنافسة الحقيقة دايما بتخلق الطموح. والنهاردة شفنا يعني أبنائنا من الشباب والإرادة القوية وإن هم فعلا يعني يحققوا حاجة، وإحنا سعداء جدا لأن شفنا الفرحة يعني موجودة يعني فيهم. إحنا شايفين دلوقتي مجتمع راقي، إحنا كنا هنا في وسط ولاد مصر الجديده ومصر الجمهوريه الجديده بتبني من هنا دلوقتي من اولادنا. دي اللبنات اللي ان شاء الله تبني مصر اللي احنا بنأملها بنفكر فيها بنخطط لها، غير لما كانوا زمان في مناطقهم القديمه اللي كانت بيستقطبوا منها الاطفال والشباب عشان يدمروا بلدهم. لا، هنا احنا بنطلع اللبنات وبناء المجتمع الجديد من اللي احنا بنعمله النهارده. الدوره تتضمن الاعمار من سن 12 عاما حتى 20، وبدات في اول اجازه نصف العام وانتهت بتكريم الفائزين في المراكز الاولى بين انديه مدن الاسمرات والمحروسه ومعا. ورسينا النهارده على النهائي ما بين فريق الاسمرات وما بين فريق معا، واحنا بنشكرهم جميعا على حسن الاداء. احنا ما كناش نتوقع ان المنظر هيبقى بالجمال ده. النهارده زي ما حضرتك شايف ابناء الاسمرات حتى بيحتفلوا بكل اللي جايين من بره، بيحتفلوا بيهم بمنظرهم الجميل وتيشيرتاتهم الجميله والمنظر المبدع، والمدربين اللي شغالين تدريبات سواء كونغ فو سواء تايكوندو سواء بوكس، كل الالعاب بتمارس النهارده الحمد لله رب العالمين احتفالا بابناء المناطق الخمسه. هو طبعا يعني دي حاجه تشرف جدا، حاجه ممتازه ان احنا في مناطق كنا في مناطق وجينا في منطقه كويسه جدا، بقى في ملاعب، بقى في اهتمام، فابتدينا نهتم بالاولاد بتوعنا كمان. اصبح النهارده عندنا قوام نلعب منافسات، يعني مش مجرد دوره، لا ده احنا ممكن نلعب منافسات وعندنا لعيبه على مستوى عالي جدا. كابتن جمال، عندنا كابتن جمال اشتغل معانا وعمل ووصلنا للنهائي الحمد لله، وحاجه يعني فرحانين بيها اللي احنا وصلنا للنهائي ونلعب نهائي وسياده المحافظ جاي يتفرج علينا الحمد لله. يعني تاتي هذه الدوره ضمن خطه الدوله للاهتمام بقاطني المدن الجديده التي اقامتها بديلا للمناطق غير الامنه مثل الاسمرات واهالينا وروضه السيده والمحروسه. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. مشاهدينا، اخبار الكره والملاعب نتابعها واياكم في هذه الوقفه الرياضيه مع ايه كفوري. اليك ايه، شكرا لكم. والآن محليا وعالميا نتابع أخبار الرياضة.
تعادل المصري البورسعيدي مع ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز. بهذا التعادل رفع المصري رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، بينما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع. خاض الأهلي ميرانه الأخير اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان في السودان، وذلك استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وبدأ الميران بمحاضرة نظرية من المدير الفني بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة. وعقب المحاضرة أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف مخطط الأحمال، ثم خاض بعدها تدريبة الكرة التي اشتملت على العديد من الجوانب الفنية والخططية. ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ينوي التقدم بعرض إلى لاعبه كيليان مبابي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. ووفقا لصحيفة اندبندنت الإنجليزية، فإن سان جيرمان ينوي التقدم بعرض لمبابي يقدر ب 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيا وبشكل أساسي لمنعه من الانضمام إلى ريال مدريد. وأشار التقرير إلى أن مبابي والمسؤولين عنه يتقبلون بشكل مبدئي عرض سان جيرمان، لكنه سيبقي خياراته مفتوحة حتى نهاية الموسم. انتهت جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى إلى رجاء وأمير. شكرا لك آية. تواصل قائمة مهندسون في حب مصر التعريف بإنجازاتها خلال الأربع سنوات الماضية. وببرنامجها الانتخابي أيضا الذي تنافس به في انتخابات نقابة المهندسين والتي سوف تقام في الرابع من شهر مارس المقبل. محطة جديدة في جولات قائمة مهندسون في حب مصر على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تحل القائمة هذه المرة في محافظة البحيرة للتعريف بإنجازاتها خلال الأربع سنوات الماضية، فضلاً عن برنامجها الانتخابي الذي تنافس به في انتخابات نقابة المهندسين. أحسننا استخدام الأرصدة الموجودة اللي تم جمعها في أوعية ادخارية زي لزوم الخزانة وشهادات ادخارية لمدة محددة، واستفدنا من الفترة اللي فاتت من هذه الأوعية الادخارية أضافت إلى صندوق المعاشات إيرادات. الحاجة الرابعة طبعا بقية الأنشطة زي الإسكان وزي التدريب في بعض الأحيان، ضغطنا الإنفاق وزادت الإيرادات، فأصبح عندنا متسع إن إحنا ندعم كل النقابات الفرعية كل فيما طلب، وأطلعهم على ما تم إنجازه من تنسيقات مع الجامعات المصرية والجامعات الأوروبية، من بروتوكولات لتأهيل المهندسين وتدريبهم سواء بدورات مجانية أو دورات مخفضة لصالح المهندس. ليس الشيوخ فقط هم اهتمام القائمة، فالشباب أيضا لهم نصيب كبير من اهتمام البرنامج الانتخابي في العديد من الملفات أبرزها التدريب والإسكان. احنا هنحول النقابة اللي هي تبقى رقمية بحيث ان المهندس يقدر يخلص كل حاجة من غير ما يجي النقابة، وبدأناها بأبليكيشن نقابتي والبورتال اللي معالي النقيب أشار إليه. ويكفي فخرا ان المهندسين هم اللي بيقوموا بنهضة مصر دلوقتي. احنا كمهندسين أكتر حاجة في مصر دلوقتي المشاريع اللي بيقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكلنا بنخدم في المشاريع دي سواء مهندسين مدني او عماره او كهرباء او ميكانيكا، فكلنا يعني بنساهم في بناء مصر الحديثه. كما احتل الشباب مكانه داخل القائمه باكثر من 75%،
سواء مستقلين أو تابعين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين يشاركون لأول مرة في انتخابات مجلس نقابة المهندسين بخمسة مقاعد. الحقيقة إحنا كشباب المفروض أن إحنا بنضخ دماء جديدة، لأن أي حاجة بتمشي في البلد لازم لها قوة، والشباب هي القوة وعماد المجتمع وعماد أي مؤسسة خدمية أو أي حاجة أو أي عمل تطوعي. 830 ألف عضو بنقابة المهندسين ينتظرون الكثير من مجلس النقابة المقبل، والذي تجرى الانتخابات عليه في 4 مارس بالنسبة لمقعد النقيب والأحد عشر عضواً مكملين، بينما تجرى انتخابات الشعب في 25 فبراير. والآن مشاهدينا الكرام نتعرف معاً على أحوال طقس الغد. نعم، مرة أخيرة تنضم إلينا آية كفور. إليك آية. شكراً لكم مجدداً، والآن نتعرف على أحوال الطقس محلياً وعالمياً. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 19، الصغرى 11، الإسكندرية 18، 10، مطروح 18، 11، بورسعيد 19، 12، والإسماعيلية 20-9، نذهب بعدها إلى السويس العظمى 20 والصغرى 10، العريش 18-11، طبا 21-14، شرم الشيخ 25-16، والغردقة 24-16. أيضا الأقصر العظمى 23، الصغرى 9، أسوان 25-10، الوادي الجديد 22-7، وشلاتين 24-12، وحلايب أخيرا العظمى 22 والصغرى 12. أما مشاهدينا، عن درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن. والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز لقطة لليوم. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. على هامش مشاركته في قمة أفريقيا أوروبا، الرئيس السيسي يلتقي عددا من القادة والمسؤولين الأوروبيين.
خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، مدبولي يؤكد عدم السماح بعودة مشاهد التعديات السابقة والتعامل معها بكل حسم. وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي المشترك سيناء 6. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشرة أخبار الساعة 9. نعم، 9 لا تزال مستمرة، وينضم إلينا فيها الزميل يوسف الحسيني. يا مساء الخير. يا مساء السعادة رجائي. ازيك يا أبي، عاملين إيه؟ كله تمام؟ كله. خلي بالكم عشان بكرة برد، بس قوي قوي قوي. النهاردة بدأت؟ ها؟ لا هي بادئة من امبارح. يا اما الواحد كبر بقى في السن بقى بيحس بالبرد بسهوله، الواحد مش عارف. اشكركم جدا وشكرا لكل صناع التسعه، ربنا يخليكي. مستاذنكم نبدا فقراتنا.